بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم معكم الاستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربيه الخاصه للصف الرابع ابتدائي ماده الرياضيات احبائي الطلاب والطالبات قبل ان نبدا في هذا الدرس يجب علينا ازاله جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس. ثالثا متابعه التمارين بالكتاب. هيا نبدا درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس الفئه النقديه فئه العشره ريالات. احبائي الطلاب والطالبات هيا نتعرف على اهداف هذا الدرس. اولا نميز الفئه النقديه فئه العشره ريالات. ثانيا نشير للفئه النقديه فئه العشره ريالات ثالثاً نحسب الفئة النقدية فئة العشرة ريالات. رابعاً نذكر الفئة النقدية فئة العشرة ريالات. أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بحل هذا النشاط من الكتاب صفحة 132، إذا هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 132، إذا في هذا النشاط سوف نقوم، سوف نساعد بدرا على معرفة الفئة النقدية فئة العشرة ريالات، إذا سوف نساعد بدرا على معرفة الفئة النقدية فئة العشرة ريالات، إذا هنا سوف نساعد بدرا على معرفة الفئة النقدية فئة العشرة ريالات، أين هي العشرة ريالات؟ أين هي؟ هيا نفكر، فكروا معي يا أحبائي الطلاب والطالبات، هيا نقوم بالتفكير، هيا نفكر، أين هي العشرة ريالات؟ شاهدوا معي هنا، أين هي العشرة ريالات؟ أين هي العشرة ريالات؟ إذاً أين هي العشرة ريالات؟ هيا نفكر. أحسنتم، ها هي العشرة ريالات، ها هي العشرة ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أحبائي الطلاب والطالبات اكتب عدد الريالات التي يملكها أفراد عائلتك إذا أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا أحمد ولدينا هنا خلود ولدينا هنا فارس إذا فارس خلود وأحمد إذن لدينا هنا فارس وخلود وأحمد إذا أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا أحمد إذا كم يمتلك أحمد من النقود هيا نفكر إذا هيا نشاهد ونفكر أحسنتم عشرة ريالات عشرة ريالات إذا أحمد يمتلك عشرة ريالات. إذا أحمد عش عشرة ريالات، إذا ولدينا هنا خلود، إذا وهنا خلود أحسنتم خمسة ريالات، إذا خلود تمتلك خمسة ريالات. وفارس خمسة ستة سبعة إذا يمتلك فارس خمسة, خمسة ريالات ستة سبعة إذا سبعة ريالات إذا أحمد يمتلك عشرة ريالات وخلود تمتلك خمسة ريالات وفارس سبع ريالات إذا أحبائي الطلاب والطالبات هيا نشاهد الفئة النقدية، هيا نشير للفئة النقدية فئة العشرة ريالات، ها هي فئة العشرة ريالات، إذا ها هي فئة العشرة ريالات، إذا ها هي فئة العشرة ريالات. ها هي عشرة ريالات، إذا ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات، إذا ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات، إذاً هيا نقوم بالعد يا أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا ريال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، إذاً لدينا هنا الفئة النقدية فئة العشرة ريالات، هيا نكرر وهيا نستخدم الأصابع إذاً لدينا هنا ريال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، إذاً لدينا هنا الفئة النقدية فئة العشرة العشرة ريالات، إذاً أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا الفئة النقدية فئة العشرة ريالات لدينا هنا العشرة مكتوبة إذا هنا العدد عشرة إذا هنا العدد عشرة عشرة ريالات إذا هنا العدد عشرة وهنا عشرة ريالات مكتوبة إذا عشرة ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أحبائي الطلاب والطالبات هيا نكتب الفئة النقدية فئة العشرة ريالات هيا نقوم بكتابة الفئة النقدية فئة العشرة ريالات هنا عشرة ريالات إذن عشرة ريالات أحبائي الطلاب والطالبات هيا نساعد عمار على معرفة الفئة النقدية، عشرة ريالات، إذاً لدينا هنا ثلاث فئات نقدية، لدينا هنا خمسة ريالات ولدينا ريال واحد ولدينا عشرة ريالات. أين هي العشرة ريالات؟ إذاً أين هي العشرة ريالات من بين هذه الفئات النقدية؟ هيا نفكر، فكروا معي يا أحبائي الطلاب والطالبات. هيا نفكر. أحسنتم، ها هي العشرة ريالات. إذا ها هي العشرة ريالات. أحبائي الطلاب والطالبات، هيا نضع خطا أسفل الفئة النقدية، فئة العشرة ريالات. إذا هيا نضع خطا أسفل الفئة النقدية، فئة العشرة ريالات. أحسنتم. ها هي الفئة النقدية فئة العشرة ريالات أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بحساب هذه النقود إذا لدينا هنا مجموعة من النقود لدينا فئتان نقدية فئة الخمسة ريالات وأيضا لدينا فئة الريال ريال واحد هنا فئة الخمسة ريالات وهنا لدينا فئات الريال، ريال واحد، سوف نقوم بحساب هذه الفئات النقدية، هيا نشاهد. إذاً هيا نقوم بحساب الفئات النقدية، لدينا خمسة ريالات، إذاً لدينا هنا خمسة ريالات، إذاً خمسة ريالات، ولدينا هنا ريال واحد، إذاً خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذا هيا نقوم بحساب الفئات النقدية خمسة ريالات إذا هنا خمسة ريالات وهنا ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذا لدينا عشرة ريالات إذا المجموع هنا عشرة ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذا هيا نقوم بذكر المبالغ التي تحتاجها لشراء هذه السلع. أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا مجموعة من السلع. هيا نقوم بذكر المبلغ الذي نحتاجه لشراء هذه السلع. إذا هيا نقوم بذكر المبلغ الذي نحتاجه لشراء هذه السلع. لدينا هذه اللعبة بسبعة ريالات. إذا هذه الشاحنة بسبعة ريالات إذا عندما نريد أن نشتري هذه الشاحنة بسبعة ريالات ولدينا هذه الدمية إذا هذه الدمية بعشرة ريالات إذا هذه الدمية سعر هذه الدمية عشرة ريالات إذا سعر الشاحنة سبعة ريالات وسعر هذه الدمية عشرة ريالات. ولدينا هذا الدبدوب بتسع ريالات، إذا هذا الدبدوب بتسع ريالات. ولدينا هذه علبة الألوان بثلاثة ريالات، إذا علبة الألوان بثلاث ريالات. إذا هذا الدبدوب بتسع ريالات ولدينا علبة الألوان بثلاث ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أحبائي الطلاب والطالبات كم المبلغ الموجود بالخزانة إذا هيا نفكر كم المبلغ الموجود في هذه الخزانة لدينا في هذه الخزانة فئة نقدية واحدة إذا هيا نشاهد الفئة النقدية أحسنتم عشرة ريالات إذا الفئة النقدية فئة العشرة ريالات إذا فئة العشرة ريالات إذا المبلغ الموجود في هذه الخزانة هو عشر ريالات إذا أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 132 هنا سوف نساعد بدرا على معرفة الفئة النقدية فئة العشرة ريالات برسم دائرة حولها إذا أحسنتم ها هي العشرة ريالات إذا ها هي العشرة ريالات أحبائي الطلاب والطالبات في النشاط الثاني احسب عدد الريالات على اليمين اذا سوف نقوم بحساب عدد هذه الريالات اذا هيا نقوم بحساب عدد هذه الريالات ثم نقوم ثم نصلها بالفئه النقديه المساويه لها على اليسار اذا احبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا هذه الفئات النقديه لدينا هنا ريال واحد اثنان ثلاثه أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن عدد هذه الريالات هي عشرة ريالات إذن عشرة ريالات إذن عشرة ريالات أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذا أشكركم يا أحبائي الطلاب والطالبات على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر